تواصل معاكم. دخلنا إلى الملف الرياضي، نرحب بالكاتب الصحفي والمحلل الرياضي عثمان الأصباط ضيفا علينا في الملف الرياضي. عثمان مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشرف. حبابة، صباح الخير. وحنبدأ بخسارة الخرطوم أمام موتيمبا الكنغولي. نعم، هي خسارة متوقعة قياسا للفوارق الفنية بين الفريقين. الفريق الكنغولي فريق متمرس وقوي، ظل متواجد طوال السنوات الماضية في دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية، ومعلوم أن الكرة في الكونغو متطورة جدا. الخرطوم الوطني غاب 4 أو 5 سنوات من التمثيل الأفريقي، كان بيكتفي بالمركز الخامس. هلال الأبيض صعد على حسابه في السنوات الأخيرة. غياب الخرطوم فترات طويلة عن المشاركة الخارجية أثر طبعا لخبرة اللاعبين. الخرطوم فقد لاعبين مميزين جدا، انتقلوا الهلال المريخ، معظم العناصر المميزة اللي صنعها القانك واسع بها انتقلت للهلال المريخ، السمو المرغني وأحمد آدم بيبو في المريخ والتش وقلق حتى صلاح الأمير يعني. فبالتالي اللاعبين الموجودين حاليا لاعبين صغار في السن لا يملكون الخبرة الكافية. صحيح الفريق تخطى السولار الجيبوتي وصعد لهذه المرحلة، ولكن المحك الحقيقي كان أمام الفريق الكونغولي. غير ذلك الخرطوم الوطني يعني لم يهتم إدارته كثيرا بالمباراة منذ عودة الفريق من جيبوتي، يعني منذ مباراة الإياب هنا في الخرطوم بعد مباراة صرار الجيبوتي لم يؤدي أي مباراة. بعد مباراة الأمل عبر يمكن أسبوعين الفريق لم يلعب أي مباراة تنافسية ودية، كان هناك فرصة بعد توقف الدوري تنظيم مباريات ودية تعد الفريق بشكل جيد لهذه المباراة. من غير ما اقول انك تم يعني خلال اسبوعين او 12 يوم تكون تعتمد على التمارين وانت تلعب مباراه قويه افريقيه مع فريق متمرس مثل موتيمبا. كان معول الخرطوم على مباراه المريخ واطلقت، معلوم كان المريخ المباراه في طريقها انها تلتغي لانه المريخ اعتمد على اللاعبين المنتخب الوطني، يخشى الخساره مدرب راهوما حال لعب مع الخرطوم لانه فريق جاهز. فبالتالي كان ممكن اداره الخرطوم يعني تنظم عدد من المباريات الوديه بالتنسيق مع الجهاز الفني حتى يعد الفريق بشكل جيد. عموما الخساره يعني منطقيه ومتوقعه وصعبت من مهمه الخرطوم الوطني كثيرا وعقدت مهمته، لانه هو مطالب بالفوز في الكونغو حتى يتاهل للمرحله القادمه. وهي خساره يعني انه الاهلي شندي يودع من الدور التمهيدي الكونفدراليه والخرطوم في طريقه للخروج. ايضا المريخ من دول ابطال افريقيا، تبقى فقط الهلال ممثل الوحيد للكره السودانيه وهو ايضا في مهمه صعبه جدا مع عنين بنجيري. نعم، وايضا خروج المنتخب الاولمبي من التصفيات. فبالتالي الوضع صعب، المنتخب الاول نفسه حيواجه بمرحله صعبه جدا، مرحله المجموعات اللي فيها تصنيف التالية. هتكون منتخبات قويه جدا. طيب خلينا نبقى في الهلال، غدا مباراته مع نيمبا، نتحدث عن يعني شكل الاستعداد والاستقبال. ورئيس مؤسسه الهلال شكر نادي نيمبا على حسن الضيافه، يعني كيف برضو الهلال يدخل هذه المباراة على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي أيضا؟ صحيح، يمكن مباراة الهلال صعبة جدا. يعني زيارة رئيس نيمبا لبعثة الهلال كان شيء إيجابي جدا، دائما الرؤساء الأندية الأفريقية بتعامل أو عموما كل الأندية الأفريقية بتعامل حرب نفسية مع الأندية التي تلعب خارج الأرض. وصول متأخر متأخر وعدم اهتمام واستقبال، وحتى الملاعب التي تجرى عليها التدريبات احيانا يعني تكون غير جيده. ولكن خطوه ايجابيه من رئيس نيمبا زور البعثه وطمن على دي حاجه ايجابيه، ويشكر على رئيس نيمبا. مهمه الهلال حتكون صعبه جدا، معروف انه نيمبا الهلال عنده مع تجربه من قبل، مدينه اب طوال العام بتكون ممطره. يعني الهلال نتمنى انه تكون بعثه الاداريه احتاطت باحزه المطر، لانه معلوم انه من قبل الهلال خسر هناك مباراه كانت الممطرة وكان في طين حتى انه اطلق على بعض اللاعبين مباراه الطين والمطر، واجه اللعيبه صعوبه جدا في التحرك في الملعب لانه اللاعبين يعني متعودين على اللعب في في في, في ارضيه هذا الملعب. فبالتالي مهمه الهلال هتكون صعبه. خلاف الامطار انيمبا فريق شرس جدا وصعب، ويملك لاعبين مميزين جدا، لديه لاعبين من لاعبين اثنين في المنتخب الاولمبي النيجيري اللي اقصى منتخبنا، ويملك لاعبين مميزين جدا في كل الخطوط، وهو من الفرق الافريقيه القويه التي ظلت دائما التواجد في الادوار النهائيه. خلاف ذلك الهلال صحيح يملك عناصر جيده ويعني جهاز فني مميز، ومعظم لاعبي الهلال في المنتخب الاولمبي والاول. ايضا نخشى على لاعبين المنتخب الاولمبي من صدمه الخساره من بين الجاهزيه وانه من روحهم المعنويه المباراه صعبه جدا. هم انضموا للبعثه في اديس وفي طريقه الى نيجيريا. ايضا الهلال سيواجه مشكله في خط الدفاع،
والجهاز الفني مغلقه، وفي الفتره الاخيره يمكن اصابه عمار الدمازين في تجربه المحترفين النيجيريين، وعمار سفاري في مباراه الرابطه كوسي، شط حسين الجريف اللي كان خطا كبير جدا، خطا اداري اثناء الموسم، تشطب لاعب وانت تعاني دفاعيا محتاج. صحيح الهلال ليس لديه خيار سوى التوليف، ان يعتمد على عبد اللطيف سعيد في الدفاع الى جانب محمد المعتصم اللي عاد من عاره من حي العرب. الجهاز الفني كان ما مهتم به طيله بدايه الموسم، لم يشارك في اي مباراه، ظل يشارك في التمارين. عندما استشعر الجهاز الفني الخطر بدا يشرك في المباراه الوديه اللي اتلعبت امام هلال كادوغلي وتوتي، وقدم مستوى جيد ولكن لن يكون جاهز بشكل كافي. هناك احتمال ايضا توليف السمو المرغني في خط الدفاع، فدفاع الهلال يواجه صعوبه في ظل هجوم قوي من انيمبا النيجيري. نتمنى انه الجهاز الفني يتجاوز هذه المرحله ويستطيع الفريق تحقيق نتيجه ايجابيه تعينه في مباراه الاياب بملعب الجوهر. نتمنى التوفيق للهلال، مع انه المهمه صعبه احنا من خلال التحليل، ودائما انا لو ما وفرت لاعب بديل ما ممكن اخلي لاعب من خانته، فدي طبعا بتكون واحده من يعني التسرع في الشطب او كان في التسديد برضه اذا كان لاعب ما في مكانه. برضه حنواصل في الهلال، ورئيس الفيفا يشيد بمداخله امين نادي الهلال في اجتماعات الكاف. نعم يمكن الدكتور حسن العيسى قدم مداخله رصينه، هو معروف عنه يتحدث الفرنسيه والانجليزيه بطلاقه، فكان ادهش كل الحضور، تحدث بطلاقه باللغتين الانجليزيه والفرنسيه، وتحدث عن مشاكل الكره الافريقيه. هي الاجتماع شارك فيه ممثلين 14 نادي افريقي من بينهم رؤساء وامناء عامين. الهلال مثله الامين العام المكلف الدكتور حسن العيسى، وقدم محاضره قيمه جدا وشخص مشاكل الكره الافريقيه، وطالب بتحديد المشاكل، طالب رئيس الفيفا بحضور رئيس الفيفا والكاف تحديد المشاكل اولا من ثم وضع الحلول، فوجد الاشاده من الحضور، فكانت يعني دي من الكفاءات اللي احنا نفخر بها، انه يكون يعني شخص مثل الدكتور حسن العيسى حضر نفسه بشكل جيد على انه هو يعني يتحدث اللغه الفرنسيه والانجليزيه بشكل جيد، يعني حضر نفسه وحدد ملامح ومشاكل الكره الافريقيه في نقاط قبل الدخول للاجتماع وطرحها بكل شفافيه، ووجدت القبول والاستحسان من الحضور في الاجتماع. يعني في عدد من الاخبار، لكن خلينا نقفز الى خبر ايضا يخص الهلال، تدشين تنظيم فجر الغد الهلالي رسميا، وده برضه بنقراه في شكل الحراك الان، نقدر نصفه ايضا ثوري ضد الكاردينال يعني في هذه الفتره، في مطالبات برحيل الكاردينال، ويعني كل ما يحدث ايضا فيما يخص مجلس الاداره واراء بعض الجماهير في مجلس الاداره. صحيح، يمكن امس تم تدشين تنظيم فجر الهلال، هو تنظيم شبابي، هذا دليل عافي انه وجود تنظيمات يعني في انديه هلال المريخ المعارضه وجودها مهم جدا، المعارضه التي يعني تساهم في احداث حراك وتضع حلول لاداره الانديه في المستقبل، فوجود التنظيم يعني دليل عافيه، ويساهم في انه يكون في اكثر من تنظيم في الانتخابات القادمه، ده بيدعم مسيره الهلال. يمكن التنظيم يعني امس وضح رؤيته، اكد انه هو يعني قادم لوقف صف واحد مع جمهور الهلال، وانه لديه خطه بحسب اعضائه، خطه اداريه وفنيه وماليه لاعانه الهلال في المرحله القادمه. الاهم لانه الصرف على الكره السودانيه يعني يحتاج الى اموال كثيره يعني. صحيح، هم اكدوا انه يعني رؤيتهم الماليه في انه تحرير الهلال من دعم الاقطاب وجيوب الافراد، ويعني تعطيد نظام مالي متقدم جدا ويعتمد على الشركات والمؤسسات، ووضع خطه استثماريه تقي الهلال الدخول في الديون والاعتماد على الافراد، الى جانب وضع خطه فنيه. يعني كان لافت في الاجتماع حضور 25 لاعب سابق من قدام لاعبي الهلال للاجتماع بقياده كسلة وشوقي عبد العزيز وغيرهم من افضل لاعبي الهلال على طول السنوات الماضيه، 25 لاعب شكلوا حضور، ودي نحن حاجه بنفتقدها في الانديه وحتى على مستوى المنتخبات. يعني الاتحاد العام معظم قاداته بخلاف رئيس الاتحاد وبعض الاسماء لم يمارسوا كره القدم، ليست لديهم خبره كافيه بكره القدم وماهيتها حتى، فبالتالي وجود 25 لاعب ده ممكن يسهم في وضع خطط فنيه، وده نعاني منه هسه مجلس الهلال اتخذ قرارات فرديه بشطب اللاعبين وتسجيلهم برؤيه اداريه بدون الرجوع للمشوره الفنيه، فدي خطوه ايجابيه يكون في 25 لاعب في التنظيم،
التنظيم وطلعوا بمهمة وضع الخطط الفنية المستقبلية. أيضا التنظيم ذو كوادر إدارية لديها خبرة جيدة على جانب الدعم المالي، فبالتالي هو يعني ممكن يساهم في حراك قادم. هم أكدوا أنه أيضا عدم رضاهم للوضع في الهلال، وأكدوا أنه هيقدموا مذكرة لمجلس الهلال حتى يرد عليها ومن ثم يضعوا ملامح المرحلة القادمة. بدأت والتنظيم ألمح على لسان رئيس محمد عثمان الكوارتي أنه حيكون في تحالفات مع تنظيمات أخرى على رأس مستقبل الهلال بقيادة الأمين البرير، فهذا مؤشر لأنه التنظيم في المستقبل يمكن يحدث تحالف بين التنظيمين وحتى يدخل الانتخابات بشكل أقوى، وممكن يشكل خطر على كرتين الحال، أنه خاصة أنه بعد أعلن استمراريته بعد اجتماع الهيئة الاستشارية مع الكاردينال في المنزل وبعد عودة الخرطوم، الهيئة الاستشارية أسنته على أنه يسحب استقالته ويواصل مشواره حتى نهاية الموسم، فهو أكد أنه حيواصل المشوار. بالتالي ده يؤكد أنه هو باقي في الهلال واحتمال أنه بعد نهاية ولايته يدخل الانتخابات، فبالتالي وجود هذا التنظيم دليل مهم. عافية في الهلال. أيوة، الهلال يسعى للتطوير وإذا فتحنا ملف المريخ يزعى إلى التأخير، يعني لغز المريخ الحير الكثيرين في الاختلاف الكبير في إدارة المريخ ويعني تفاصيل مختلفة عبر هذا النادي صاحب الاسم العريق. بالتأكيد المريخ في يتدرب الخرطوم الوطني بتسع لاعبين فقط بسبب الإصابات، تسع لاعبين فقط. صحيح، المريخ يمكن يعاني من أزمات من فترة طويلة جدا، وكان مهدد بالهبوط للدرجة الأولى في قضية جارزيتو لولا تدخل رئيس النادي السابق جمال والي واتصاله برجل الأعمال وتوكاي مساعد الرئيس السابق اللي تكفل بدفع المستحقات، وبالتالي لا زالت الأزمات متواصلة. يمكن المريخ اتمرن يوم الخميس بحضور 9 لاعبين فقط لأول مرة. إبراهيم برر الغياب بأنه اللاعبين المنتخب الوطني كانوا في راحة، وهناك 4 لاعبين مصابين على قرار هاشم التكت اللي غادر الإمارات لتلقي العلاج، ورمضان عجب واللي يصيب في مباراة المنتخب المنتشات، ومحمد الرشيد أيضا مصاب، وصلاح نمر ولكن ده يؤكد انه في هناك ازمه موجوده في المريخ. امس انه في احاديث رشحت عن يعني انه لاعبي المريخ والجهاز الفني وبعض الموظفين انهم دخلوا في اضراب مفتوح بسبب المستحقات الماليه، وعدت الحديث زي يمكن منذ تمرير الخميس لم يعلن عن تدريب قادم، خاصه المريخ استعد لمباراه المريخ الفاشر في الدوري الممتاز ومباراه الوداد المغربي في 3 أكتوبر في البطوله العربيه، وبالتالي عدم اعلان عن تدريب وفي ظل منافسات مستمره يؤكد انه هناك ازمه. صحيح الجهاز الفني ولا يمكن 4 أشهر متصله لم يتحصل على رواتب، بالتالي في تذمر واضح من عدم صرف الرواتب، وده يؤكد انه دخولهم في اضراب. بالنسبه الازمه المجلس المريخ هيجتمع اليوم الاجتماع طارئ لتحديد، يمكن هيستمع لتقرير من الجهاز الفني حول تحديدات المرحله المقبله بجانب تقرير مالي عن مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، وايضا هيحدد المجلس مشاركته من عدمها في لجنه التطبيع اللي تحركت قيادات مريخيه في انه حل المشكله الاداريه تكون لجنه التطبيع من ضمنها اعضاء من المجلس الحالي وبعض الشخصيات المريخيه، وحتى يكون في وضع حل للمشاكل الماليه والاداريه. مجلس المريخ حسب ما علمنا امس انه رئيس ادم سوداكار رفض ان يشارك في لجنه التطبيع و أصر على مواصلة المجلس حتى نهاية ولايته، وهذا بأكد تعنت المجلس، والمجلس يعاني ماليا لا يستطيع حل مشاكل المالية للاعبين، ورئيسه وبعض أعضائه يصرون على الاستمرارية، وهذا وضع صعب جدا في نادي كبير مثل المريخ أن يعاني من توفير مرتبات وهو يواجه الموسم في بدايته، فأمر صعب. التسيير العادي يعني إذا كان التسيير العادي كان بالنسبة له صعب، معناته المشاكل المالية قد تكون أكبر في الفترة القادمة. خلينا ننتقل عالميا، يعني هذه الايام تنطلق الدورات الدوريات الاوروبيه، وايضا في انتظار امم اوروبا يعني ايضا او البطوله الاوروبيه. كيف برضو سنتابع بعد التسجيلات واستعدادات الانديه وايضا الانتقالات والصفقات وكثير من الاحاديث؟ يعني صحيح، يمكن الدوريات تعود من جديد بعد غياب اسبوعين، كان كل اللاعبين منضموا لمنتخبات بلادهم في تصفيات اليورو اللي انطلقت الفتره الماضيه. اليوم يعود الدوري الانجليزي، ليفربول حيلعب المتصدر بالعلامه الكامله، فاز في 4 مباريات، ده يؤكد انه هو يعني يسعى للتتويج باللقب هذا الموسم. فاز في 4 مباريات، جمع العلامه الكامله 12 نقطه، حيواجه نيوكاسل مهمه صعبه. ايضا مانشستر سيتي سيواجه نوريتش سيتي اليوم، يمكن برضه مانشستر سيتي عنده يعني
خسر فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، يمكن الفارق بينه وبين ليفربول نقطتين. مانشستر يونايتد حيواجه ليستر سيتي في مهمة صعبة. مانشستر يونايتد يمكن جمع 4 نقاط فقط، فاز في مباراة وتعادل وخسر مباراة واحدة، وضعته في المركز الثامن، يسعى للفوز. أيضا تشيلسي يواجه ولفرهامبتون في مباراة صعبة أيضا. بالنسبة للدوري الإسباني أيضا يعاودت بعد فترة، برشلونة حيواجه فالنسيا في مباراة صعبة جدا في برشلونة، يمكن وأيضا في المركز الثامن بسبب خسارته في مباراة وتعادل في مباراة، فاز في مباراة، جمع 4 نقاط من 3 مباريات. تأثر كثيرا بغياب ثلاثي الهجوم لويس سواريز بسبب الإصابة، وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي. يمكن سيستمر غياب ديمبيلي وسواريز، وعفوا ميسي في مباراة اليوم، يعود سواريز للمشاركة. المباراة سارية، يوفنتوس حرم سوري فالنسيا حرم برشلونة من التتويج بلقب كأس الملك، فيسعى برشلونة الفوز اليوم حتى انه يستعد بشكل جيد لمباراة دوري ابطال اوروبا امام بروسيا دورتموند الالماني في الثلاثاء القادم. ايضا فالنسيا سيواجه تشيلسي بطل اوروبا ليج في ابطال اوروبا. ايضا يلعب ريال مدريد ايضا صاحب المركز الخامس، ويمكن فاز برضه وتعادل ولم يخسر، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، حيواجه ليفانتي، ومباراة يمكن بروفة حقيقية للريال قبل مواجهته ذهابه لفرنسا يواجه باريس سان جيرمان فرنسا. هناك قمة أيضا في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس البطل العام الثمانية الأخيرة أمام فيورنتينيا، وسيلعب سامبادوريا أمام نابولي. أيضا قمة الجولة الرابعة في الدوري الألماني بين لابزيج وبايرن ميونخ، لابزيج مستطر بالعام الكامل 9 نقاط وبايرن ميونخ 7 نقاط. فوز لابزيج اليوم يوسع الفارق، أما فوز البايرن يجعله يصعد للصدارة. نعم، بالدوري الاوروبي احنا استاذ عثمان الاصباط بنكون ختمنا معك هذا الملف الرياضي. شكرا لحضورك عبر صباح الشروق. شكرا، شكرا لك. شكرا لمشاهدينا. وصل ختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، فقط ختاما تقبلوا تحيه فريق العمل الذي ساعدنا ونحن ننقل جهدهم. شكرا.